يا الله، تحياتنا شباب، تحياتنا لكل متابعينا. عندنا هذن 5 عزلتين بالليل هسه، وراح ينزل المنشور على باكر، ما اعرف شلون راح تفتهموا. المهم يعني اليوم تشوفوا المنشور، يعني البارحه انا صورته بالليل. المهم شويه مجال ماكو، فصورتهن على الجلوب داخل البيت، لان الاليف هذا الاليف مو مثل الوحش سهل، شوي وين ما تخليه يقرا. فعندنا هذن الخمسه، 4 منهم على 65، واحد على 75. هذا ب 65، هذا ياكل من الايد بس ما يطلع برا القفص، ما اعرف يطلع او ما يطلع يمكم، ما اعرف. انا اقول لك هيجي ياكل من الايد بس ما يطلع برا القفص، لساناته صحيحه 100%، ما بي ذره غلط، فالشي كلش راقي وقوي، يعني يسوى الجنيان. مع العلم الطير جاي يصفي بعد، اللي هم مخلف هو، وهسه راح تسمعون صوت انا عزلته لكم. هذا الاخ هذا هم تغريده مقبول، لكن الطير ظل بس يبست لانه دنيا قد تعرفون. هذا ب 65 بدون قفص، وهذا فشي كلش راقي، علاقته حلوه كلش. شوفوا هذا رقم 3 راح يصير هم ب 65. شوف الطيور طبعا مرات يطقن جناح ويا طقه الاصبع يتعاركن، بس طيور شويه جدا يمنها. شوف 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 يعارك، هو تو يعارك. هذا ب 65، هذا رقم 3، هذا 1 2 3، هذا هم 65، هذا رقم 4. هذا ابو الوسخ، شوف اقول عليه ابو الوسخ لان شكله هالفوت. شوفوا شوف شكله، وراح يشوفون الاستعراض اللي سواه. 5 مرات طق جناح بسقف القفص على الطور هذا اللي يفتحها عليهم، 5 مرات طق جناح وبرواز وصوت خشن كلش، يعني ايش قد ما تصورون صوته خشن. مع العلم هو اصغر واحد بهذول، وبعد كلش صغير وهالفوت وسخ. شوفوا يعني اللي يشوف شكله ما يتوقع هذا من عنده، وراح تنصدمون بالاداء مالته، فالشي كلش قوي. هذا هم 65 بدون قفص ولساناته صحيحه. هذا القوي مالتهن، هذا ب 75 تخريج مال طور، علاقته مقبوله. شوفوا يعارك ويا اليد مرات، تو بادي يعارك ويا اليد، يعني بالمستقبل يصير جناحات فول، لسانات فول، لساناته علوازية، مخرج جوا طور علوازي، ما بي ذرة غلط، لساناته كلش قوية. هسه راح تسمعون بالمقطع ولو ما حكى هواية، لأن قلت لكم شوي لين بداخل البيت ودنيا لي، أنا ما عندي وقت أصورهن على باكر. هذا ب 75 بدون قفص، والأسعار ثابتة والبيع بدون أقفاص. هذا طير كلش حلو، يسوى مال جنيان يعني، هو والأول لساناته كلش حلوة وفاخرة. وهذا طير مال ونسة، هذا الهلفوت، فشي كلش حلو، هسه راح تشوفوه بالتصوير. تحياتنا.